is Grace. I am your English teacher. أنا معلمة اللغة الإنجليزية. My name is Grace. What is your name? شو اسمك؟ شو اسمك؟ منجاوب منقول My name is Jennifer. حطوا اسمكم محل اسمي. وإذا اسمك وسيم بتقول My name is وسيم. How are you today? How are you today? كيفك اليوم؟ كيفك اليوم؟ إذا مبسوطين منقول I am happy today. وإذا زعلانين منقول I am sad today. وإن شاء الله الكل يكون مبسوط I am happy today. وفي يقول كمان I am fine, thank you. How are you today? كيفك اليوم؟ I am fine, thank you. أنا بحالة جيدة, شكرا. How old are you? How old are you? قديش عمرك؟ قديش عمرك؟ إذا عمركم خمسة, خمس سنوات. 1, 2, 3, 4, 5. I am 5 years old. أو 6 years old. 7, 8, 9, 10. I am 10 years old. What are your hobbies? What are your hobbies? شو هي هواياتك؟ أو شو هي هواياتك؟ فينا نقول I like playing basketball. أحب لعب كرة السلة. أو football كرة القدم. أو I like reading. أنا أحب المطالعة. أو playing the violin. أحب اللعب على الكمانجة. أو العزف على الكمانجة. حطوا هوايتكم محل هوايتي. أنا I like swimming. أحب السباحة. بعد في سؤال. Where do you live? Where do you live? وين بتعيش؟ وين بتعيشي؟ أنا عايشة بلبنان. قول I live in Lebanon. إذا عايشين بسوريا شو منقول؟ I live in Syria. أو I live in Iraq. إذا عايشين في العراق. خلينا نشوف كيف حالة الطقس اليوم. بدنا نشوف شو مكتوب على اللوح. سؤال موجود على اللوح. How is the weather today? How is the weather today? كيف حال الطقس اليوم؟ طلعوا لبرا منيح. كيف حال الطقس؟ Sunny? It is sunny today. الطقس مشمس أو snowy مثلج. إذا كان في سقعة كتير وعم بتشتت لنا التلج منقول It is snowy today. إذا كان في مطر عم بتساقط الأمطار منقول It is rainy. ممطر. الطقس ممطر. It is rainy today. وآخر شيء عنا cloudy غائم. إذا كان في غيوم بالسماء It is cloudy today. فإذا sunny مشمس, snowy مثلج, rainy ممطر, cloudy غائم. أما هلأ فعنا أيام الأسبوع, تتذكرون؟ خلينا نعمل مراجعة مع بعض. منبلش بأول يوم عنا Monday الاثنين. Monday الاثنين. Tuesday الثلاثاء. Tuesday الثلاثاء. Wednesday الأربعاء. Wednesday الأربعاء. Thursday الخميس. Thursday الخميس. Friday الجمعة. Friday الجمعة. Saturday السبت. Saturday السبت. وآخر يوم Sunday الأحد. آخر يوم Sunday الأحد. خلينا نرجع نقولهم مع بعض. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Excellent, very good أصدقائي. صرتوا تعرفون كتير منيح. هلأ رح نسمع لأغنية الحلقة. Let's listen to the song. أنا برجع لكم بالفقرة التالية. Hello, good morning my friend Peter, good morning my friend Sue. How are you my friend Peter? Tell me how are you? I'm fine, thank you. How about you? I am fine too, thank you. How old are you Peter? I am 6 and you? I am 6 too, woohoo, woohoo, woohoo.
اليوم أصدقائي بدنا نعمل مراجعة للأضداد antonyms. أضداد يعني antonyms. تتذكروا أخذنا كتير أضداد من قبل. هلأ بدنا نعمل مراجعة سوا. خليني نشوف شو عندي أنا على الصورة. بأول صورة عندي sweet يعني حلو، حلو الطعم، حلو sweet فيه سكر. ضده sour حامض يعني طعمته حامضة مش حلو، حامض. فإذا sweet ضده sour. تتذكروا عيدوا من وراي sweet sour. بعد مرة sweet sour. ننتقل لتاني ضد. عنا ساخن، ساخن hot ساخن ضد cold بارد. فإذا cold cold بارد وضد hot ساخن. بيرجع عندي strong قوي، strong قوي وضد ضعيف يعني weak ضعيف weak. فإذا strong قوي weak ضعيف. من بعد عندي young يافا، young يافا وضد old عجوز، old عجوز. فإذا young اسمعكن عم تقولوا وراي young ضد old عجوز، young ضد old. بيرجع عندي tall طويل، tall طويل وضد short قصير، short قصير. tall طويل، short قصير. وعندي هون happy سعيد. How are you today? I am happy. أنا سعيد. happy سعيد ضد sad حزين. How are you today? I am sad يعني حزين. happy ضد sad. وآخر شي عندي big كبير وضد small صغير. فإذا big كبير وضد small صغير. big small big small. خلينا نشوف الانتونيمز الأضداد على اللوح. أول شي عندي sweet يعني حلو، sweet حلو. مين بده يقول لي شو ضد sweet؟ مين بيذكرني؟ sweet ضده sour. excellent حامض، حامض sour. فإذا sweet ضد sour. بيرجع عندي hot، hot ساخن، hot ساخن. شو ضد hot؟ cold بارد. excellent cold بارد مثل الايس كريم. the ice cream is cold. المثلجات باردة. أو the tea is hot. the tea is hot. أو the coffee is hot يعني القهوة ساخنة. أو الشاي the tea is hot ساخن. يرجع عندي young. شو يعني young؟ young يعني يافع، يافع. I am young. أنا يافعة يعني عمري صغير، مني كبيرة، مش ختيارة، مني عجوز، ضد عجوز. عجوز يعني old. old excellent old. فإذا young ضد old. ننتقل للرابعة strong. strong يعني قوي، strong قوي. شو ضد ضعيف؟ ضعيف يعني weak. weak يعني ضعيف. strong قوي ضد weak ضعيف. ننتقل لطول. طول يعني طويل. excellent طول طويل ضد short قصير، short قصير. tall I am tall أنا طويلة ضد I am short أنا قصيرة. هلأ عندي بالآخر happy
happy سعيد أو سعيدة ضد حزين أو حزينة sad. خلينا هلأ مع بعض نوصل كل كلمة ضد تبعها. خلينا نشوف شو عنا كلمات على اللوح. منبلش بسويت، رح أقرأ الكلمات على الجهة التانية وبدنا نوقف لنلاقي الضد. sweet عنا old عجوز، sad حزين، sour حامض، weak ضعيف، cold بارد، short قصير. أي كلمة هي الضد تبع sweet؟ sour sour excellent. sour يعني حامض. sweet sour. ننتقل على الكلمة الثانية hot ساخن، hot ساخن، old sad، weak cold. cold يعني بارد. cold هي الضد تبع hot. وصلهم ببعض hot cold. نرجع ننتقل على young يافا، young عندي old. زبطت من أول كلمة، old يعني عجوز، young يعني يافا، هني قضاد بعض. ننتقل لstrong، strong يعني قوي قوي. شو ضد sad؟ ضد sad يعني حزين؟ لا. ضد weak ضعيف؟ yes excellent strong قوي. ضد weak ضعيف. هلأ طول طويل، طول طويل. ضد sad حزين؟ لا. ضد short قصير؟ excellent طول short. طول طويل، short قصير. بعد عندي كلمة واحدة happy. شو ضد happy؟ سعيد. sad حزين، very good. happy sad. فإذا خلينا نقراهم آخر مرة مع بعض تنحفظهم كتير منيح. sweet sour، sweet sour. hot cold، hot cold. young old، young old. strong weak، strong weak. tall short، tall short. happy sad، happy sad. هودي الأضداد اللي تعلمناهم من قبل. أضداد يعني antonyms. antonyms بدي اياكم تحفظوني كتير منيح بالإنجليش وبالعربي وجربوا تعملوا عليهم sentences مثل I am tall أنا طويلة ضد I am short أنا قصيرة. انتوا عملوا جملكم الخاصة، حطوا ورقة وقلم وبتعلموا تكتبوا جمل لحالكم. أنا فخورة فيكم وبعرف إنه انتوا عم تتعلموا كتير منيح ومبسوطة منكم كتير. أنا هلأ بترككم برجع لكم بالفقرة التالية. book كتاب، book كتاب. report تقرير، report تقرير. novel رواية، novel رواية. sentence جملة، sentence جملة. paragraph مقطع، paragraph مقطع. word كلمة، word كلمة. text نص، text نص. big كبير، small صغير. happy سعيد، sad حزين. tall طويل، short قصير. young يافع، old عجوز. strong قوي، weak ضعيف. hot ساخن، cold بارد. sweet حلون، sour حامض. وهلأ أصدقائي بدنا نتعلم
سبع كلمات جديد. Seven new words. One, two, three, four, five, six, seven. Seven new words. خلينا نشوف شو مكتوب على اللوح مع بعض. منبلش بأول كلمة book. اخدينا من قبل. مين بيتذكر شو يعني book؟ book يعني كتاب. book كتاب. book كتاب. بديكم تخلوا ورقة وقلم معكم وتكتبوا الكلمات بالإنجليش والعربي والفزون معي كتير منيح. book كتاب. book كتاب. report تقرير. report يعني تقرير. رح اكتبها بالعربي. تقرير. يرجع عندي novel. novel يعني رواية. رواية. مين بيحب يقرأ رواية أو يسمع لرواية؟ يعني قصة طويلة. novel يعني رواية. فإذا book كتاب. book كتاب. report تقرير. report تقرير. novel رواية. novel رواية. sentence جملة. نحن دايماً بنعمل sentences مع بعض. نعمل جمل. sentence يعني جملة. قولوا معي sentence. sentence يعني جملة. sentence يعني جملة. أما paragraph. paragraph يعني مقطع. paragraph يعني مقطع. عدة جمل مع بعض شو بيعملوا؟ مقطع. paragraph. paragraph يعني مقطع. word أكيد تعرفوها. word يعني كلمة. excellent. word كلمة. وآخر شيء عندي text يعني نص. text يعني نص. أوكي. فإذا text يعني نص. إذا عندي أنا sentence جملة حطيت عدة جمل مع بعض بصير عندي مقطع paragraph. وإذا عندي عدة مقاطع مع بعض عدة paragraphs بصير عندي text نص. خلينا نرجع نقولهم مع بعض. book كتاب. بدي اسمعكم على صوت عالي عالي. book كتاب. report تقرير. report تقرير. novel رواية. novel رواية. sentence جملة. sentence جملة. paragraph مقطع. paragraph مقطع يعني عدة جمل مع بعض. word كلمة. word كلمة. text نص. text نص يعني عدة مقاطع مع بعض. عدة paragraphs مع بعض. هودا كلهم الكلمة كتاب تقرير رواية نص كلهم بنقراهم. شو يعني أنا أقرأ؟ مين بيتذكر؟ أنا أقرأ يعني I read. I read. شو رأيكم نكتب مع بعض verb to read نتذكره سوا؟ خلينا نكتبه مع بعض على اللوح. منبلش ب I. I يعني أنا. أنا أقرأ يعني I read. إذا بدي أقول أنت تقرأ أو أنت تقرأين شو بقول؟ you أنت أو أنت. you read. بيرجع عندي هي تقرأ. هي تقرأ. هي يعني she. بس أنا بتذكر إنه اتفقنا مع هي وشي وات شو منزيد؟ منزيد اس للفيرب. يعني ما بقول شي ريد. قول شي ريد. ما تنسوا شي ريد مع اس. ما تنسوا الاس. وهي ريد كمان مع اس. هو يقرأ. واذا بدي اقول ات. إت لشو بتل؟ للحيوان ولشيء.
ما رح اكتبها، بس تذكروا منيح انه ات بتدل على حيوان او على اشياء. يرجع عندي نحن، نحن نحن يعني وي وي ريد، نحن نقرا. وي ريد، نحن نقرا. بقول وي ريد، وي ريد نو ابدا، ما بنقول وي ريد، بس مع هي شي وقت بنحط اس. وي ريد، نحن نقرا. يو ريد، انتم تقرؤون، انتم تقرؤون. يو ريد، والاخر عندي هم، هم يقرؤون. they read، they read، هم يقرؤون. فإذا نرجع منعيدون، I read، أنا أقرأ. You read، أنت تقرأ أو أنت تقرأين. She reads، هي تقرأ مع S لأنه she. He reads، هو يقرأ مع S لأنه هي. We read، نحن نقرأ. You read، أنتم تقرؤون. They read، هم يقرؤون. إذا انتبهتوا عندي اثنين يو. أول يو يعني أنت أو أنتي للمفرد واحد، تاني يو هي أنتم للجمع. إذا كان عندي أكثر من اثنين أو أكثر من واحد منحط يو أنتم، يو ريد. هلأ عندي فكرة، بما أنه تعلمنا كلمات بوك، ريبورت، باراجراف، نوفل، هول كلهم نقراهم، شو رأيكم نستخدمهم بجمل مع verb to read، ومنعمل جملة مع كل verb، مع كل فعل، بطريقة كتير بسيطة وهينة. شوفوا كيف رح أعمل. I read، أنا أقرأ، رح زد لها كلمة وأعملها جملة. I read a book، أنا أقرأ كتاب. I read، رح أكتبها بلون تاني. I read a book، أنا أقرأ كتاب. هيدي جملة، جملة بسيطة وصغيرة وفيها verb. قلت لكم أنا قبل كل جملة لازم يكون فيها verb، فعل. I read a book، أنا أقرأ كتاب. You read، أنت تقرأ أو أنت تقرأين. بدل كتاب رح استخدم report، تقرير. report، تقرير. You read a report، أنت تقرأ تقرير أو أنت تقرأين تقرير. She reads، رح استخدم رواية، novel، رواية، novel. She reads a novel، هي تقرأ رواية. He reads a sentence، نستخدم sentence، جملة. He reads a sentence، هو يقرأ جملة. We read a paragraph، مقطع. نحن نقرأ مقطع. We read a paragraph. We read a paragraph، نحن نقرأ مقطع. You read، أنتم تقرؤون. إذا بدي استخدم نص، أنتم تقرؤون نص. You read a text، You read a text، أنتم تقرؤون نص. They read، هم يقرؤون. بعد عندي كلمة، A word، هم يقرؤون كلمة. They read a word، هم يقرؤون كلمة. شفتوا شو هينة؟ عملنا sentences، عملنا جمل، استخدمت verb to read واستخدمت الكلمات يلي تعلمناهن. I read a book، أنا أقرأ كتاب. You read a report، أنت تقرأ تقرير أو أنت تقرأين تقرير. She reads a novel، She reads a novel، هي تقرأ رواية. He reads a sentence، هو يقرأ جملة، sentence، جملة. We read a paragraph، وي نحن نقرأ. paragraph يعني مقطع، عدة جمل. We read a paragraph، You read a text، أنتم تقرؤون نص. text يعني نص،
أنتم تقرؤون نص. They read a word. هم يقرؤون كلمة. Word كلمة. فإذا تعلمنا 7 كلمات جديد. 7 new words. أول وحدة كتاب. Book. ثاني وحدة تقرير. Report. ثالث وحدة رواية. Novel. جملة. Sentence. مقطع. Paragraph. كلمة. Word. نص. Text. ما تنسون تعلموهم بالإنجليش وبالعربي وجربوا لحالكم تعملوا جمل. استخدموا verb to read. ما تنسوا مع هي she و it منزيد S للverb reads مش read. أما هلأ شو يكون نتذكر مع بعض أشهر السنة the months of the year. منبلش بأول شهر January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. July. July. August. August. September. September. October. October. November. November. And December. آخر شهر ديسمبر. تعلمون منيح كيف بينلفظوا وتعلموا انه عنا كم شهر 12 شهر 12 months. انا هلأ رح اترككم تسمعوا لأغنية الحلقة. Let's listen to the song. انا بودعكم شوفكم بالحلقة المقبلة. باي. The months of the year are 12. The months of the year are 12. Come sing with me my dear. I love the months of the year. January, February, March, April, May and June, July, August, September, October, November, December. The months of the year are 12. The months of the year are 12. Come sing with me, my dear. I love the months of the year.